السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هو إكمال لما سبق ودرسناه في درس سابق عن التوكيد. وقلنا في الدرس السابق وتحدثنا عن التوكيد وقلنا أن هناك عدة طرائق للتوكيد. تحدثنا عن التوكيد التابع وهو التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. درسنا اليوم هو التوكيد بالحروف. نحن نعلم عزيزي الطالب أن هناك حروف هي تعتبر أساسية في الجملة، وهناك حروف هي عبارة عن حروف زائدة. فالتوكيد ممكن أن يكون بالحروف وممكن أن يكون بالحروف التي تعتبر هي حروف زائدة. نأتي على النوع الأول من التوكيد بالحروف وهو التوكيد بالحرف إن وأن. أنت تعلم عزيزي الطالب أن الحروف المشبهة بالفعل لكل منها معنى، وحروف الحرفين إن وأن هي هما حرفان يفيدان التوكيد. فنلاحظ من خلال هذه الآية إن له لناصحون. إن من الأحرف المشبهة في هذه الجملة، تنصب الأول وترفع الثاني وقد أفادت التوكيد. فإذا الحرف الأول هو إن وأن. أما الحرف الثاني من الحروف التي تفيد التوكيد وهي تعتبر من الحروف المهمة عزيزي الطالب، لام التوكيد. لام التوكيد هي عبارة عن لام مفتوحة، لام مفتوحة، وهي بذلك تختلف عن بقية أنواع اللام التي سبق لك أن درستها والتي تكون هي لام مكسورة. فحرف الجر هو لام مكسورة، لام التعليل هي لام مكسورة، ولام الأمر هي لام مكسورة. أما لام التوكيد فهي دائما تكون لام مفتوحة. هذه اللام إن وردت في الجملة لن يكون لها تأثير إعرابي على الجملة إلا أنها ستفيد التوكيد. فهي عدة أنواع. النوع الأول هي لام الابتداء التي تدخل على الاسم المبتدأ. في الآية الكريمة للآخرة خير لك من الأولى، للآخرة خير لك من الأولى. هذه اللام المفتوحة هي عبارة عن لام ابتداء، اتصلت بالمبتدأ إلا أنها لم تؤثر عليه، أفادت التوكيد في هذه الجملة. وقد تدخل لام الابتداء على الخبر المقدم كما في هذا المثال حينما نقول لرائع ثوب الحياة يعيبه هذا القصر. أصل الجملة ثوب الحياة رائع، رائع خبر مقدم، اتصلت لام الابتداء المفتوحة بالخبر المقدم فهي هنا أفادت التوكيد. وفي النوع الثالث من أنواع لام الابتداء هي اللام التي تدخل على اسم إن المتأخر. إن من البيان لا سحرا، أصل الجملة إن سحرا من البيان. هذه اللام المفتوحة دخلت على اسم إن المتأخر وأفادت التوكيد. من الممكن أن تدخل هذه اللام، لام الابتداء، على ضمير الفصل. ونعني بضمير الفصل هو الضمير الذي يكون بين المبتدأ والخبر حينما يكون المبتدأ معرفة والخبر أيضا معرفة. في هذه الحالة سيكون هذا الضمير لا محل له من الإعراب، الفائدة منه فقط أنه يخبرك أن المفردة الأولى هي مبتدأ والمفردة الثانية هي عبارة عن خبر. إذ نحن نعلم عزيزي الطالب أن المبتدأ في الغالب معرفة والخبر في الغالب هو نكرة. فحينما تقول المتنبي الشاعر ستكون هذه الجملة متكونة من مبتدأ وخبر معرفتين. فيجوز لك أن تقول المتنبي مبتدأ ويجوز أن تكون المتنبي خبر، أو شاعر ممكن أن تكون مبتدأ ومن الممكن أن تكون خبر. لذلك يستخدم لمثل هذه الحالات ضمير يسمى ضمير الفصل. فنقول المتنبي هو الشاعر، هذا الضمير هو ضمير لا محل له من الإعراب، هو موجود في الجملة ليخبرك أن المفردة الأولى هي مبتدأ والمفردة الثانية هي خبر. لام الابتداء من الممكن أن تدخل على ضمير الفصل، فنقول المتنبي له هو الشاعر. في هذه الجملة عليك أن تستخرج اللام على أنها هي لام
التي أفادت التوكيد، وضمير الفصل هو ضمير ليس له محل من الإعراب ولا يفيد التوكيد أيضا. النوع الآخر من لام الابتداء هي اللام التي تدخل على خبر إن، وفي هذه الحالة سنسميها اللام المزحلقة حينما تتصل بخبر إن. إن ربي لسميع الدعاء، هذه اللام هي لام المزحلقة لأنها ارتبطت بخبر إن، والجملة تبقى إن ترفع الأول تنصب الثاني، ولا تؤثر لام الابتداء أو عفوا لام المزحلقة لن تؤثر على إعراب هذه الجملة. للام الابتداء نوع آخر أو تسمية أخرى يطلق عليها اللام الموطئة للقسم، أو أحيانا نقول اللام المشعرة بالقسم، بمعنى أن الجملة لن يكون فيها قسم، بل ستكون اللام هي دليل على وجود قسم محذوف أو قسم مقدر في الجملة. فعلى سبيل المثال في الآية الكريمة الآتية نقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لام المشعرة بالقسم من الممكن أن تسبق إن الشرطية. فحينما ترى عزيزي الطالب إن الشرطية سبقت باللام لام التوكيد، أعلم أن هذه اللام ستكون هي اللام المشعرة بالقسم، بمعنى أن الجملة والله إن شكرتم لأزيدنكم، واللام دلتنا على وجود قسم في هذه الجملة. وقد تكون اللام الموطئة للقسم أو المشعرة بالقسم مقترنة بقد، وقد أيضا هنا تفيد التوكيد. فحينما في الآية الكريمة الآتية لقد أرسلنا نوحا، اللام هذه هي لام موطئة للقسم أفادت التوكيد، إضافة إلى توكيدنا بقد التي أفادت التوكيد في هذا النص. فسيكون لديك في هذه الجملة حرفان، حرف الأول هو اللام والحرف الثاني هو قد، وهذه اللام ستكون هي اللام المشعرة بالقسم أو الموطئة للقسم. إذن اللام المشعرة بالقسم أو الموطئة بالقسم هي اللام التي ترتبط بإن الشرطية، والتي ترتبط بقد حينما تكون قد حرف تحقيق. النوع الآخر من اللام هي اللام الواقعة في جواب القسم. تالله لقد آثرك الله علينا، لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا. اللام هنا هي لام واقعة في جواب القسم مع اقترانها بقد التي أفادت التحقيق، واللام هنا هي لام واقعة في جواب القسم. من الممكن أن تكون هذه اللام المفتوحة تدخل على فعلي المدح والذم، نعمة وبئسة التي سبق لك وأن درستها. ففي هذه النص الكريم لدار الآخرة خير ولنعمة دار المتقين، لدار الآخرة خير ولنعمة دار المتقين. اقترنت هذه اللام التي أفادت التوكيد بفعل المدح الذي هو نعمة. قد هي أيضا من الحروف التي تفيد التوكيد، وقد هي عبارة عن حرف تحقيق إذا تلاها فعل ماضي، وإن تلاها فعل مضارع فهي ليست حرف تحقيق. قد أفلح المؤمنون، قد هنا هي أفادت التوكيد لأنها حرف تحقيق تلاها فعل ماضي، أفادت التوكيد إذا في هذه الجملة. أما أن تلاها فعل مضارع فهي ليست حرف تحقيق بل ستكون حرف تقليل. أما الشرطية التفصيلية من الممكن أن تكون نوع من أنواع الحروف التي تفيد التوكيد. أما العراق فمهد الحضارات، أما هنا هي عبارة عن أداة شرط وفعل الشرط مقترنان معا، فنقول مهما يكن من شيء العراق مهد الحضارات، أو فالعراق مهد الحضارات في هذه الجملة، أما أفادت التوكيد. بقي لديك عزيزي الطالب الحرف الأهم، ألا وهو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وفائدتها ودخولها على الجملة وتوكيدها للأفعال. أنت تعلم عزيزي الطالب أن الأفعال في اللغة العربية هي فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. الفعل الماضي هو فعل
يدل حدث في الزمن الماضي، أما الفعل المضارع فهو حدث تم في الزمن الحاضر أو المستقبل، والفعل فعل الأمر أو فعل الأمر هو الذي يتم في المستقبل. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة ميزتها أنها تعطينا مفهوم المستقبل إن أكدنا بها الفعل، فهي مع الفعل الماضي لا تستخدم نهائيا لأن الفعل قد تم في الزمن الماضي، لذا هي ممتنع توكيد الفعل الماضي بالنون نهائيا. أما فعل الأمر فهو في طبيعته يدل على المستقبل، إذن يمكننا أن نؤكد فعل الأمر بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة متى ما شئنا. فالتوكيد بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة لفعل الأمر هو جائز في أي وقت وفي أي حين. أما الفعل المضارع فهو الفعل الوحيد الذي يدل على الزمن الحاضر والمستقبل، لذا إن أردنا توكيد الفعل المضارع بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة علينا أن نتبع خطوات أساسية للتوكيد بنوني التوكيد الثقيلة بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. أنت تعلم عزيزي الطالب أن الفعل المضارع هو فعل معرب، والفعل الماضي هو مبني، وفعل الأمر هو مبني أيضا. الفعل الوحيد المعرب في اللغة العربية هو الفعل المضارع، فهو مرفوع ومنصوب إن سبق بناصب، ومجزوم إن سبق بحرف بأداة جزم. دخول نون التوكيد الثقيلة والخفيفة على الفعل المضارع يعني أن هذا الفعل سيكون مبنيا ويبنى عادة على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. نأتي إلى خطوات توكيد الفعل المضارع بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. يكون توكيد الفعل وجوبا، يكون وجوبا، ويكون جوازا، ويكون امتناعا. فوجوبا فيكون التوكيد وجوبا إن توفرت الجملة، أو إن كان الفعل واقعا في جواب قسم ظاهر أو مقدر، وكان الفعل مثبتا، وكان الفعل يدل على المستقبل وليس هناك قرينة تدل على الحاضر، وإلا يفصل الفعل عن اللام الواقع في جواب القسم فاصل. تالله لأكيدن أصنامكم، قسم ظاهر، اللام متصلة بالفعل اتصالا مباشرا، الفعل لا يوجد فيه ما يدل على النفي أو ما يدل على الزمن الحاضر، إذن توكيد هذا الفعل بالنون هو توكيد واجب وجوبا. إن أردنا إعراب هذا الفعل سنقول أن اللام هي واقعة في جواب القسم، أكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والنون لا محل لها من الإعراب. إذن بني الفعل على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وفي الآية الكريمة لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه اللام هي لام واقعة مشعرة بالقسم موطئة للقسم، وإن هي إن الشرطية. توفر لدينا قسم مقدر، اللام واقع في جواب القسم اتصلت بالفعل مباشرة، لا يوجد ما يدل على النفي، لا يوجد ما يدل على أن الفعل يدل على الحاضر، إذن توكيد هذا الفعل سيكون توكيدا واجبا لأن شروط الوجوب توفرت فيه. هذا بالنسبة لوجوب توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة. أما إن كان توكيد الفعل المضارع جوازا فعلينا أن نعلم أن الفعل إن سبق بطلب، أي نوع من أنواع الطلب هذه، سيكون توكيده بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة هو توكيد جائز. فالحالة الأولى إن كان مسبوق بإن الشرطية، إن الشرطية المدغمة مع ما إما، في هذه الحالة سيكون توكيده بالنون جائزا. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله،
توكيد هذا الفعل هنا بالنون هو توكيد جائز وليس واجب. من الممكن في غير هذه الآية أن نقول إما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أو سبق بأمر، ونقصد بالأمر هي لام الأمر، إن سبقت الفعل المضارع ستمنحه مفهوم الأمر. فنقول لتصدقن في القول، لتصدقن في القول، أو من الممكن أن نقول لتصدق في القول لأن الحكم هو جائز. أو سبق الفعل بنهي فنقول لا تكسلن في العمل، ونستطيع أن نقول لا تكسل في العمل. أو سبق باستفهام فنقول أتهجرن خليلا صانع عهدك، أتهجرن من الممكن أن نقول أتهجر خليلا صانع عهدك. أو إن سبق بأداة من أدوات العرض، ونقصد بالعرض هو الطلب بلين ورفق، ألا تسامحن أخاك، ألا تسامحن أخاك، ونستطيع أن نقول ألا تسامح أخاك لأن الحكم هو جائز. وإن سبق بأداة من أدوات التحضير وهو الطلب بقسوة، فنقول هلا تعرفن حق الله، هلا تعرفن حق الله، من الممكن أن نقول هلا تعرف حق الله لأن الحكم هنا حكم توكيد هذا الفعل بالنون هو حكم جائز. وقد يسبق بأداة من أدوات التمني، إن وردت أداة تمني في الجملة فيكون هناك توكيد الفعل المضارع جائزا. فعلى سبيل المثال نقول ليت المجتمع يخلون، يخلون من المنافقين، ونستطيع أن نقول في نفس هذه الجملة ليت المجتمع يخلو من المنافقين، لأن التوكيد بالنون في هذه الجملة هو توكيد جائز وليس واجب. وإن سبق بالنوع الأخير من الطلب ألا وهو الترجي بأداة الترجي لعل، فنقول لعلك تدفعن ذم الناس عنك، تدفعن من الممكن أن نقول لعلك تدفع ذم الناس عنك. إذن جوازا إذا سبق الفعل المضارع بطلب سيكون توكيده بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة هو جائزا. أما حالة الامتناع فستكون في حالات، في هذه الحالات. الحالة الأولى أن توفر لدينا قسم، توفرت لدينا شرط من شروط الوجوب، إلا أن الفعل فقد الشروط الأخرى، يعني كان لدينا قسم وكان الفعل على سبيل المثال يدل على الحاضر، أو كان الفعل يدل على النفي، في هذه الحالة سيكون هناك امتناع. فنقول على سبيل المثال في هذا النص، في هذه الآية الكريمة، لأن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون. هناك فاصل بين اللام الواقع في جواب القسم وبين الفعل المضارع، في هذه الحالة سيكون لدينا امتناع، لا يجوز توكيد هذا الفعل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة لوجود فاصل. أو والله لسوف أزورك، الفاصل في هذه الجملة هو سوف، فصلت بين اللام وبين الفعل، لذا هنا حكم توكيد هذا الفعل هو امتناع. وإن أردنا تغيير الحكم نقول والله لأزورنك، لأزورنك، رفعنا الفاصل فسيكون هناك توفرت شروط الوجوب. أما الحالة الأخرى نقول والله لأزورك الآن، الفعل مضارع إلا أن القرينة تدل على الحاضر، في هذه الحالة سيكون امتناع توكيد الفعل المضارع بالنون لأن الفعل دل على الحاضر. أو قد يكون الفعل دال منفيا، إن كان الفعل منفيا في هذه الحالة لا يمكننا أن نؤكده بالنون وسيكون الحكم توكيد الفعل ممتنعا. والله لا أخون الأمانة، وجود أداة النفي منع توكيد هذا الفعل بالنون. بقيت شرط الآخر، أننا إن لم يتوفر لدينا أي شرط من شروط الوجوب ولم يتوفر لدينا أي شرط من شروط الجواز، في هذه الحالة سيكون توكيد هذا الفعل هو ممتنعا. فنقول أسافر غدا، لا يوجد لدينا قسم ولا يوجد لدينا طلب، لذا يعتبر هذا الفعل ممتنع التوكيد بالنون.
عزيزي الطالب، بقي لديك أن تعلم أن هناك حروف من الممكن أن تكون زائدة في الجملة، وجودها في الجملة سيفيد التوكيد. وأنت سبق لك أن درست في موضوع النفي الباء الزائدة والمن الزائدة حينما يليها نكرة، والما حينما تسبق في حالات معينة حينما تكون زائدة، واللا التي تفيد النفي لا الزائدة، وإن الزائدة، والكاف حينما تأتي مع كلمة مثل، واللام حينما تأتي مع الفعل أمرت، أمر وأراد. في هذه الحالات هذه الحروف تعتبر هي حروف زائدة. هذه الحروف الزائدة الفائدة منها في الجملة سيكون التوكيد، ودليلنا في ذلك كله هو الحذف. حينما نحذف هذه الجملة هذه الحروف ستبقى الجملة على ما هي عليه. إذن وجود هذه الحروف هو لتوكيد المعنى أو لتقوية المعنى فقط. من كل ذلك نستطيع عزيزي الطالب أن نعلم أن هناك حروف في اللغة العربية ترد في الجملة الفائدة منها توكيد الكلام وتقويته. درسنا الحروف التي لها تأثير على في إعراب الجملة، ودرسنا الحروف التي من الممكن أن تكون زائدة في الجملة. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وجودها مع الفعل المضارع ستحول الفعل المضارع إلى مبني. أما إن كان الفعل من الأفعال الخمسة ففي هذه الحالة سيكون الفعل مبني معربا وليس مبنيا، لأن الواو واو جمع المذكر السالم، وعفوا واو الجماعة وألف الاثنين، وياء المخاطبة ستكون فاصل بين الفعل وبين النون، لذا سيكون الفعل معربا وليس مبنيا، وسيكون لنا شرحا مفصلا لذلك في دروس قادمة. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما أوردناه في هذه الدرس.